لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على من غسله دمه وشيبه قطنه ونسج الريح أكفانه والقنا الخطين عشو وفي قلب من والاه قبره روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وأقل الفداء يا قتيل العداء ومسلوب العمامة والرداء غريب يا مظلوم كربلاء ما للأحبة لا يؤون خلانا هلا دروا أننا حانت منايانا فهل بدا من محب يوم فرقته ذنب لذاك استحق من هجرانا ما هاجني حبهم يوما وما ذرفت عيناي من بعدهم دمعا وعقيانا لكن سمعت بشهر فيه قد لبست آل الرسول ثياب الحزن ألوانا هيجت يا شهر ما في القلب من شجن شهر محرم الحرام هذا الشهر شهر الأحزان هيجت يا شهر ما في القلب من شجن ففيك أضحى رسول الله ثكلانا والبضعة الطهر في والبضعة الطهر أضحت فيك ثاكلة تعدد تردد الشجوى ألوى ألحانا فألحانا يا بل فيك أضحى أبو السجاد منعفرا بعرصة الطياف فوق التور عطشانا يا أبكي الحسين وحيدا لا نصير له أبكي الحسين وحيدا لا نصير له إلا المهند والخطي
أعوانا بسبع السما ضجات وبسبع الأراضي والكون كل من قلب ضج على حسين كل من يقول اليوم خويا هل الهلال أوحش جميع الناس من نسوان ورجال الرجال تلطم والنساء تصرخ بولوا وهذا الهذا يقول لا تضحك موزة بكل عام بس هلاله هي يبين علينا كل ما تم تشوفه بسواد برق عين حتى النساء من تنظر تخلع الزين تخلع الزين وهي تسفح مدامع العين لكن ليس المعزى كالثكول عظم الله لك الأجر يا رسول الله عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين عظم الله لك الأجر سيدتي ومولاتي يا فاطمة عظم الله لك الأجر سيدي يا أبا محمد الحسن عظم الله أجوركم ساداتي وموالي أئمة أهل البيت بعد وين تتوجه بالخطاب هاي الليلة وهاي الليالي وين نتوجه بالتعزية عظم الله لك الأجر يا صاحب الزمان ويلي وللمصطفى خل الحزين والناح كله لا ينكشف لك شان شفت شلان شكله قابض على الشيبات والمدمع يهل حاسر للعمامة وجنبه أبو الحسن لكن فاطمة سلام الله عليها كأني بيا في وسط المجلس يقول إلا من واحد الواحد بوسط الماتم تدو بلبس السواد مبرقعة والقلب مفطور وتصيح يا شيعة نحلني شهر أنستني سقوطي جنيني ذبحة حسين ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.